بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ آمل كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الصوت واضح؟ هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ آمل كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة على الشاشة. سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء الحي إن شاء الله تعالى. سوف نتحدث في هذا اللقاء عن العلاقة بين التكاليف الحدية والإنتاج الحدي، وأيضا العلاقة بين التكلفة المتوسطة المتغيرة والإنتاج المتوسط. ثم بعد ذلك نأخذ تطبيقات وتمارين ومسائل على كيفية حساب تكاليف الإنتاج في الأجل القصير، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تكاليف الإنتاج في الأجل الطويل وإيرادات الإنتاج. نبدأ الآن في العلاقة بين التكلفة الحدية MC والإنتاج الحدي MBL. العلاقة بينهم تكون علاقة عكسية. العلاقة بين التكلفة الحدية والإنتاج الحدي هي علاقة عكسية، كما هي مبينة في المعادلة التالية: MC تساوي W على MBL. الـ MC هي التكلفة الحدية، والW هي أجر العامل الواحد، والـ MBL هي الإنتاج الحدي للعمل. والعلاقة ما بينهما هي علاقة عكسية، يعني العلاقة بين التكلفة الحدية MC والإنتاج الحدي هي علاقة عكسية. إذا ننظر إلى الشكل البياني الموجود على يسار الشريحة، الشكل البياني الموجود في الأعلى يمثل الإنتاج الحدي للعمل، والشكل الموجود في الأسفل يمثل التكلفة الحدية. ونلاحظ من خلال الشكلين وجود علاقة عكسية ما بينهم. فإذا لاحظنا في أن الإنتاج الحدي هنا يزيد، الإنتاج الحدي هنا يزيد، عندما يكون الإنتاج الحدي في حالة تزايد نلاحظ أن التكلفة الحدية في حالة تناقص. لاحظوا في الشكل الأعلى الإنتاج الحدي يزيد بينما التكلفة الحدية تتناقص، يعني علاقة عكسية بينهم. ننتقل إلى الجانب الآخر، نجد هنا الإنتاج الحدي يتناقص بينما التكلفة الحدية تتزايد. إذا العلاقة ما بينهما علاقة عكسية. إذا نظرنا إلى الشكل في الأعلى نجد أن عندما يصل الإنتاج الحدي إلى أعلى قيمة له فإن التكلفة الحدية تكون عند أدنى قيمة له. إذا كمان مرة نعيد العلاقة، عندما يتزايد الإنتاج الحدي، هذه النقاط هي موجودة هنا الواحد واثنين وثلاث، الشكل البياني هي النقاط الموجودة شرحها موجودة على يمين الشريحة، يبين الشكل المجاور العلاقة العكسية بين التكلفة الحدية MC والإنتاج الحدي للعمل MBL كما يلي. نشرح النقطة الأولى، عندما يتزايد الإنتاجية الحدية فإن التكلفة الحدية تتناقص كما هو مبين في الشكل. عند تزايد الإنتاجية الحدية MBL نجد أن التكلفة الحدية تتناقص. نأتي إلى النقطة رقم 2،
عند تناقص الإنتاجية الحدية في هذا الجزء، نلاحظ تناقص الإنتاجية الحدية، فإن التكلفة الحدية تتزايد. النقطة رقم 3، عندما تصل الإنتاجية الحدية إلى أعلى نقطة لها، فإن التكلفة الحدية تكون عند أدنى نقطة لا. ننتقل نأخذ مثال حسابي على هذه المعادلة أو القانون. إذا كان أجر العامل الواحد W 60 ريال والإنتاج الحدي للعمل MBL 20 وحدة، احسب التكاليف الحدية. نعوض في القانون اللي موجود في أعلى الشريحة، MC تساوي W على MBL، MC تساوي W على MBL. W مطاب السؤال 60 والام بي ال 20، اذا 60 تقسيم 20 بيطلع الاجابة او الناتج 3. ننتقل الان الى خامسا، العلاقة بين التكلفة المتوسطة المتغيرة والتي يرمز لها بالرمز ABC والانتاج المتوسط للعمل ABL. ايضا العلاقة بينهما علاقة عكسية، يعني هناك علاقة عكسية بين التكلفة المتوسطة المتغيرة ABC والإنتاج المتوسط للعمل MBL، كما هو مبين في المعادلة التالية. ABC تساوي W على ABL. ABC يعني التكلفة المتوسطة المتغيرة تساوي W أجر العامل الواحد تقسيم ABL اللي هو الإنتاج المتوسط للعمل. مثال، نأخذ مثال على هذا القانون. إذا كان أجر العامل الواحد W 80 ريال والإنتاج المتوسط للعمل ABL 10 وحدات، احسب التكاليف المتوسطة المتغير. نعوض تعويض مباشر في القانون، ABC تساوي W على ABL. W معطات بالسؤال 80 والABL معطى بالسؤال 10، إذا 80 تقسيم 10 بيطلع الجواب 8. احنا ذكرنا ان العلاقة ما بينهما هي علاقة عكسية، يعني العلاقة بين التكلفة المتوسطة المتغيرة والإنتاج المتوسط هي علاقة عكسية، كما هو مبين في النقاط التالية. في حالة تزايد الإنتاج المتوسط للعمل ABL، وهذا الكلام يكون في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، حيث يكون في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج الإنتاج المتوسط للعمل يكون في حالة تزايد. طيب عندما يتزايد الإنتاج المتوسط للعمل، فإن متوسط التكلفة المتغيرة تتناقص، يعني بينهم علاقة عكسية. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الأولى، عندما يتزايد الإنتاج المتوسط للعمل فإن متوسط التكلفة المتغيرة ABC يتناقص. ننتقل الآن إلى العلاقة الثانية. في حالة تناقص الإنتاج المتوسط للعمل ABL، فإن متوسط التكلفة المتغيرة ABC يتزايد، يعني نلاحظ بينهم علاقة عكسية، فإذا تزايد أحدهما يتناقص الآخر. العلاقة رقم 3، عندما يصل الإنتاج المتوسط إلى أعلى مستوى له، فإن التكلفة المتوسطة المتغيرة ABC تكون عند أدنى مستوى له. الآن رح نأخذ تطبيقات على كيفية حساب التكاليف في الأجل القصير. في اللقاء السابق أخذنا القوانين، والآن في هذا اللقاء رح نأخذ تطبيقات ومسائل حسابية على طريقة حساب التكاليف في الأجل القصير. المطلوب في هذا الجدول الموجود على الشريحة إكمال الفراغات في الجدول، والفراغات في الجدول هي الأرقام الموجود تحتها خط ولونها أحمر، هذه هي الفراغات المطلوب تعبئتها في الجدول.
كيف نعبئ هذه الفراغات؟ عن طريق استخدام القوانين الموجودة في أسفل الشريحة. هناك 6 قوانين موجودة في أسفل الشريحة هي التي سوف نستخدمها في تعبئة الفراغات في الجدول. نبدأ في العمود رقم 2. العمود رقم 1 لا يوجد به فراغات. العمود رقم 1 اللي هو كمية الإنتاج لا يوجد فراغات. ننتقل الآن إلى العمود رقم 2، نلاحظ أن به فراغات اللي لونها أحمر وموجود تحتها خط. نلاحظ عند كمية الإنتاج 3 التكاليف الثابتة معطاة 14، هذه رقم 14 اللي لونها أسود معطاة في العمود، وهي اسمها تكاليف ثابتة، معناه إذا كان أعطانا رقم في هذا العمود فإن جميع الفراغات في العمود تكون نفس الرقم. لماذا؟ لأنها تكاليف ثابتة لا تتغير مهما تغير حجم الإنتاج. إذن هنا أعطانا رقم 14 هنا باللون الأسود، معناه جميع الأرقام في العمود نفس الرقم. لماذا؟ لأنها تكاليف ثابتة لا تتغير. إذن ننتقل إلى العمود رقم 3 التكلفة المتغيرة. كيف وجدنا الرقم 0 هنا؟ نحن عندنا قاعدة، القاعدة رقم 1، لما يكون الـ VC 0 أو سوري لما تكون الـ Qs تساوي 0 يجب أن تكون الـ VC تساوي 0، هذه قاعدة. عندما تكون الـ Q يعني كمية الإنتاج تساوي 0 فيجب أن تكون التكلفة المتغيرة تساوي 0. لاحظوا هنا إذا ننظر إلى العمود الأول نلاحظ أن التكلفة أن كمية الإنتاج Q 0، كمية الإنتاج هنا Q 0، معناه التكلفة المتغيرة تكون تلقائيا 0 حسب القاعدة رقم 1. إذا كانت Q تساوي 0 فيجب أن تكون الـ VC تساوي 0. لاحظوا هنا في السطر الأول الـ Q 0 معناه يجب أن تكون الـ VC 0 حسب القاعدة رقم 1. ننتقل هنا إلى العمود رقم 4. كيف نجد العمود رقم 4؟ عن طريق القانون رقم 2، TC تساوي FC زائد BC. يعني TC هذه العمود رقم 4 هي عبارة عن حاصل جمع FC اللي هو العمود 2 زائد BC العمود رقم 3. يعني إذا بنجمع العمود رقم 2 زائد العمود رقم 3 بعطينا العمود رقم 4 حسب القانون الموجود في أسفل الشريحة رقم 2، TC تساوي FC اللي هي العمود رقم 2 زائد BC اللي هي العمود رقم 3. إذا نجدها كما يلي: 14 زائد 0 14، 14 زائد 6 20، 14 زائد 10 24، 14 زائد 13 27. هنا معطاة 34 و44 معطاة، معناه كيف نجد هذه؟ نقول 34 ناقص 14 بيطلع 20. لاحظوا هنا تي سي معطاة 34، احنا ذكرنا انه العمود الثاني زاد العمود الثالث بعطينا العمود الرابع، هذه مجهولة وهذه معروفة 14 وهذه 34، معناها هذه يجب أن تكون 20. لماذا يجب أن تكون 20؟ لأنه 14 زائد 20 يساوي 34. كيف أوجدنا العشرين؟ 34 ناقص 14 20، بحيث لما نجمع 14 زائد 20 بطلع الإجابة 34. نفس الطريقة هنا 44 معطاة، بدنا نوجد الثلاثين. كيف نوجد الثلاثين؟ بنقول 44 ناقص 14 30، بحيث لما نجمع العمود الثاني زائد الثالث يعطينا الرابع 14 زائد 30 44. ننتقل إلى السطر الأخير 14 زائد 42
56 لم تقل الآن إلى العمود رقم 5. كيف نجد العمود رقم 5؟ التكلفة المتوسطة الثابتة عن طريق القانون رقم 3 الموجود في أسفل الشريحة اللي هو AFC يساوي FC تقسيم Q. FC هي العمود رقم 2 تقسيم العمود رقم 1 اللي هي Q. إذن كيف نجد العمود رقم 5؟ التكلفة المتوسطة الثابتة AFC حسب القانون رقم 3 نقسم العمود رقم 2 FC تقسيم العمود رقم 1 Q. FC تقسيم Q. إذا نبدأ 14 تقسيم 0 ما لا نهاية. أي رقم مقامه 0 الإجابة بتكون ما لا نهاية. إذا 14 هنا تقسيم 0 ما لا نهاية. اللي بعديها 14 تقسيم 1 14 تقسيم 2 7 14 تقسيم 3 4.67 14 تقسيم 4 3.5 14 تقسيم 5 2.8 14 تقسيم 6 2.33 إذن كيف أوجدنا العمود رقم 5؟ قسمنا العمود رقم 2 تقسيم العمود رقم 1. ننتقل الآن إلى العمود رقم 6 التكلفة المتوسطة المتغيرة ABC. هذا العمود اللي هو رقم 6 نجده عن طريق القانون 4 الموجود في أسفل الشريحة. هذا القانون رقم 4 الموجود في أسفل الشريحة ABC هو عبارة عن BC تقسيم Q. BC هي العمود رقم 3. BC هي العمود رقم 3 والQ هي العمود رقم 1. إذا نقسم العمود رقم 3 تقسيم العمود رقم 1 فنحصل على العمود رقم 6 كما يلي: 0 على 0 يعني لا شيء، على لا شيء لا شيء يعني نتركه فارغ أو بنضع خط. ننتقل الآن إلى اللي بعده: 6 تقسيم 1 6 10 تقسيم 2 5 13 تقسيم 3 4.33 اللي بعدها 20 تقسيم 4 5 30 تقسيم 5 6 42 تقسيم 6 7. إذا كيف أوجدنا العمود رقم 6 الـ ABC؟ عن طريق قسمة العمود رقم 3 BC على العمود رقم 1 Q. ننتقل الآن إلى العمود رقم 7. كيف نجد العمود رقم 7 اللي هو التكلفة المتوسطة الكلية ATC؟ هناك طريقتين لإيجاد التكلفة المتوسطة الكلية. الطريقة الأولى عن طريق القانون رقم 5 موجود أسفل الشريحة. الATC هي عبارة عن TC تقسيم الQ، يعني نقسم العمود الرابع اللي هو TC تقسيم العمود الأول Q. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي ATC تساوي AFC زائد ABC، يعني نجمع العمود رقم 5 زائد العمود رقم 6 بعطينا العمود رقم 7. كلا الطريقتين تعطينا نفس الناتج، يعني سواء استخدمنا القانون ATC عبارة عن TC تقسيم Q أو الATC تساوي الAFC زائد الABC، كلاهما يعطي نفس الناتج، ولك الخيار في استخدام أي قانون تريد أو حسب المعطى في السؤال. إذا كان المعطى في السؤال TC والQ نقسم TC على Q، إذا كان معطى في السؤال الـ AFC والـ ABC نجمع الـ AFC زائد الـ ABC. خلينا نجرب الطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي الـ TC تقسيم Q. الـ TC هي العمود رقم 4 تقسيم Q اللي هي العمود رقم 1. 14
تقسيم صفر ما لا نهاية، 20 تقسيم 1 20، 24 تقسيم 2 12، 27 تقسيم 3 27 تقسيم 3 9، 34 تقسيم 4 8.5، 44 تقسيم 5 8.80، و 56 تقسيم 6 بيطلع لنا 9.33. هذه الطريقة الأولى. ممكن أستخدم الطريقة الثانية في إيجاد الـ ATC، يعني الـ ATC زي ما هو في موجود في أسفل الشريحة. الـ ATC هي عبارة عن الـ AFC، والـ AFC هي العمود رقم 5، الـ AFC هي العمود رقم 5 زائد الـ ABC، الـ ABC هي العمود رقم 6، يعني بجمع العمود رقم 5 زائد العمود رقم 6 بطلع عندنا العمود رقم 7، ما لا نهاية زائد لا شيء ما لا نهاية، 14 زائد 6 20، 7 زائد 5 12، 4.67 زائد 4.33 9، 3.5 زائد 5 8.5، 2.80 زائد 6 8.80، 2.33 زائد 7 9.33. إذا لك الخيار، إما أن تقسم العمود الرابع تقسيم العمود الأول، أو تجمع العمود الخامس زائد العمود السادس لإيجاد العمود رقم 7 اللي هو التكلفة المتوسطة الكلية ATC. ننتقل الآن إلى العمود الأخير رقم 7، التكلفة الحدية MC. كيف نجدها؟ عن طريق القانون رقم 6 الموجود أسفل الشريحة. الـ MC تساوي دلتا BC، يعني التغير في التكاليف المتغيرة تقسيم التغير في حجم الإنتاج، دلتا BC تقسيم دلتا Q. دلتا BC المقصود فيها BC2 ناقص BC1 على Q2 ناقص Q1. إذا نلاحظ من الجدول أن Q2 ناقص Q1 يعني المقام، انظروا إلى أسفل الشريحة في القانون رقم 6، نلاحظ في المقام Q2 ناقص Q1، الفرق دائما بيكون 1، يعني 1 ناقص 0 1، 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 3 1، 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 5. إذا دائما هنا بنلاحظ حسب هذا الجدول أنه Q2 ناقص Q1 الإجابة بتطلع 1، يعني المقام 1، وأي شيء بنقسمه على 1 بيطلع نفس الناتج، معناه المقام في هذه الحالة ما له تأثير، لأن المقام عبارة عن رقم 1، وأي رقم بنقسمه على 1 بيطلع نفس الجواب أو الناتج. معناه ممكن نقول BC2 ناقص BC1. إذا كيف نوجد الـ MC؟ نذهب إلى العمود الـ BC، نطرح الثاني من الأول. وإحنا ذكرنا بالسابق أي قانون في دلتا أول سطر نتركه فارغ. لاحظوا الـ MC عبارة عن دلتا BC على دلتا Q. وإحنا ذكرنا في السابق أي قانون في دلتا يعني تغير نترك السطر الأول فارغ. الآن نأتي إلى الستة، هذا الرقم ستة. كيف أوجدنا الرقم ستة؟ نذهب إلى عمود الـ BC، هذا عمود الـ BC، نطرح الرقم الثاني من الأول، 6 ناقص 0 6 ناقص 0 بطلع لنا الجواب 6. ننتقل إلى الرقم 4. كيف أوجدنا الرقم 4؟ كيف أوجدنا هذا الرقم 4؟ عن طريق القانون رقم 6، BC2 ناقص BC1. إذا نذهب إلى الـ BC، كيف أوجدنا الرقم 4؟ نذهب إلى عمود الـ BC،
هذا هو عمود البي سي. نطرح الثاني من الأول، 10 ناقص 6 بطلع الجواب 4. ننتقل إلى الرقم 3. كيف أوجدنا الرقم 3؟ نذهب إلى عمود البي سي اللي هو العمود الثالث، نطرح الثاني من الأول، 13 ناقص 10 3. كيف أوجدنا 7؟ بنفس الطريقة. الرقم 7 كيف أوجدناه؟ بنفس الطريقة، نذهب إلى عمود البي سي اللي هو العمود رقم 3، نطرح الثاني من الأول، 20 ناقص 13، نطلع الإجابة 7. العشرة كيف أوجدنا العشرة؟ نذهب إلى عمود البي سي، 30 ناقص 20 10. الرقم 12 كيف أوجدنا الرقم 12؟ نذهب إلى عمود البي سي، 42 ناقص 30 12. الآن سوف أتيح المجال للمحادثة، هل ما تم شرحه واضح؟ كيفية تعبئة الفراغات في الجدول هل هي واضحة؟ يعني نستخدم القوانين الست اللي موجود في أسفل الشريحة، في نستخدم القوانين اللي عددها 6 قوانين في تعبئة الفراغات في الجدول أعلى. واضح؟ تمام. طيب العمود السابع فيه طريقتين، العمود السابع فيه طريقتين لإيجاده، ركزي معي. العمود السابع بروح على العمود رقم 4، بقسمه على العمود رقم 1، يعني بقسم التي سي تقسيم لكيو. إذا كيف أوجدت العمود رقم 7؟ بقسم العمود رقم 4 اللي هو تي سي تقسيم العمود الأول اللي هو كيو، 14 تقسيم 0 ما لا نهاية، 20 تقسيم 1 20، 24 تقسيم 2 12. أو في طريقة ثانية، أو في طريقة ثانية لإيجاد العمود رقم 7، بجمع العمود رقم 5 زائد 6، 5 زائد 6 بعطيني 7، 8 ما لا نهاية زائد لا شيء ما لا نهاية، 14 زائد 6 20، 7 زائد 5 12. واضح الآن؟ يعني لإيجاد العمود رقم 7 في طريقتين، إما بقسم العمود رقم 4 على العمود رقم 1، أو بجمع العمود رقم 5 زائد العمود رقم 6. واضح الآن؟ العمود رقم 3 حسب القانون، هذا القانون موجود. العمود رقم 3 العمود 2 زائد العمود 3 بعطيني العمود 4. إذا 14 زائد 0 14، 14 زائد 6 20. طيب هنا لما يكون الفراغ بالعمود الثالث شو بعمل؟ يعني 14 زائد فراغ 34، معناه هذا الفراغ كم لازم يكون؟ 20. ليش لازم يكون 20؟ عشان يطلع الجواب 34. 14 زائد 20 34. كيف بعمل؟ بقول 34 ناقص 14 20. يعني واضحة، يعني العمود رقم 2 زائد العمود رقم 3 بقينا العمود رقم 4. طب إذا أعطاني الرقم 4 هنا 34 وبعطينا هنا 14، معناه كم يجب أن يكون هذا؟ 20. لماذا يجب أن يكون 20؟ لأنه 14 زائد 20 يجب أن يكون 34. واضح الآن؟ يعني عملية تعويض مباشر في القوانين الموجودة في أسفل الشريحة. الموضوع سهل جدا، عملية تعويض مباشر في القوانين الموجودة في أسفل الشريحة. اقرأ القوانين، احفظ القوانين الموجودة في أسفل الشريحة، راح تكون عملية تعبئة الفراغات في الجدول سهلة. ننتقل الآن نأخذ أمثلة أخرى، تطبيقات أخرى بدون جدول. يعني أخذنا الآن تطبيق بوجود جدول، ممكن نأخذ تطبيقات أخرى بدون وجود جدول. مثال تطبيقي رقم 2، إذا كانت التكاليف الثابتة 150 ريال
يعني التكاليف الثابتة اللي بنربطها بالرمز FC، والتكاليف الكلية 600 ريال. احسب التكاليف المتغيرة. ما هو المطلوب حسابه؟ مطلوب حساب التكاليف المتغيرة. إذا نعوض في قانون التكاليف المتغيرة. ما هو قانون التكاليف؟ كالتالي: تي سي هي عبارة عن الاف سي زائد البي سي. التي سي معطيني اياها 600، التي سي معطيني اياها 600، والاف سي معطيني اياها 150. ظل علينا نعرف البي سي. اذا 150 زائد كم بعطينا 600؟ 150 زائد كم بعطينا 600؟ اذا هنا يجب ان يكون كم؟ 450، لانه 150 زائد 450 بطلع 600. يعني البي سي كيف بوجد البي سي؟ بنقل ال 150 الى الجهة المقابلة. 150 هذه بنقلها الى الجهة اليسار، بتصير سالب 150. يعني 600 ناقص 150 بطلع الجواب 450. ناخذ مثال تطبيقي ثالث. اذا كانت كمية الانتاج عدد الوحدات المنتجة 6 طن، يعني كيو 6 طن، والتكاليف الكلية تي سي 1200 ريال. احسب التكاليف المتوسطة الكلية. اذا مطلوب حساب مين؟ مطلوب حساب التكاليف المتوسطة الكلية. اذا نعوض في اي قانون؟ في قانون التكاليف المتوسطة الكلية، اللي هو هذا، هو اي تي سي تساوي تي سي على كيو. التي سي معطاة بالسؤال 1200 والكيو 6، إذا 1200 تقسيم 6 بطلع الجواب 200. عملية تعويض مباشر في القوانين. مثال رقم 4. إذا زادت كمية الإنتاج من 4 إلى 5 طن، يعني Q1 4 وQ2 5، وزادت التكاليف المتغيرة من 700 ريال إلى 1000 ريال، يعني VC1 700 ريال VC2 1000 ريال. احسب التكاليف الحدية. ما هو المطلوب حسابه؟ المطلوب حساب التكاليف الحدية. اذا نطبق اي قانون؟ نطبق قانون التكاليف الحدية اللي هي مطلوب حسابها. MC تساوي دلتا بي سي على دلتا كيو. دلتا بي سي يعني بي سي 2 ناقص بي سي 1 تقسيم كيو 2 ناقص كيو 1. بي سي 2 1000 وبي سي 1 700. إذا 1000 ناقص 700 تقسيم 5 ناقص 4 بطلع الجواب 300. تعويض مباشر في القوانين. عملية تعويض مباشر في القوانين. مثال رقم 5. إذا كانت التكاليف الثابتة 200 ريال والتكاليف المتغيرة 800 ريال، احسب التكاليف الكلية. إذا مطلوب حساب مين؟ التكاليف الكلية. إذا نعوض في أي قانون؟ في قانون التكاليف الكلية، لأنه هو المطلوب حساب التكاليف الكلية. التكاليف الكلية ما هو قانونها؟ تي سي تساوي اف سي زائد بي سي. إذا الاف سي 200 والبي سي 800، إذا 200 زائد 800 بطلع الجواب 1000. مثال رقم 6. إذا كانت كمية الإنتاج عدد الوحدات المنتجة 3 أطنان، يعني إذا كانت كيو 3 أطنان والتكاليف الثابتة 600 ريال، الإف سي 600 ريال، احسب التكاليف المتوسطة الثابتة. إذا نطبق بأي قانون؟ بقانون التكاليف المتوسطة الثابتة المطلوب حسابها. ما هو قانون التكاليف المتوسطة الثابتة؟ إف سي تساوي إف سي على كيو. الإف سي معطاك بالسؤال 600 والكيو معطاك بالسؤال 3، إذا 600 تقسيم 3 بطلع الجواب 200. ننتقل الآن إلى تكاليف الإنتاج. تكاليف الإنتاج في الأجل الطويل. إحنا ذكرنا في اللقاءات السابقة أنه في الأجل الطويل لا توجد تكاليف ثابتة. دائما في الأجل الطويل لا توجد تكاليف ثابتة، لأن جميع عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال تكون متغيرة، وبالتالي جميع التكاليف في الأجل الطويل تكون متغيرة.
إذا بدنا نعرف هذه المعلومة أنه دائما في الأجل القصير لا يوجد تكاليف ثابتة، لأن جميع عناصر الإنتاج تكون متغيرة، وبالتالي جميع التكاليف تكون متغيرة. طب ما هو قانون التكلفة الحدية في الأجل الطويل؟ MC تساوي دلتا TC على دلتا Q، وتساوي TC2 ناقص TC1 تقسيم Q2 ناقص Q1. مثال: إذا زادت كمية الإنتاج من 2 إلى 3 أطنان، يعني Q1 2 وQ2 3، وزادت التكاليف الكلية من 650 في TC1 650 والتي سي 2 900 ريال، احسب التكاليف الحدية. نعوض في القانون، ام سي عبارة عن دلتا تي سي على دلتا كيو، دلتا سي يعني تي سي 2 ناقص تي سي 1 على كيو 2 ناقص كيو 1. تي سي 2 معطاة بالسؤال 900 وتي سي 1 650، اذا 900 ناقص 650 تقسيم 3 ناقص 2 بيطلع الجواب 250. ننتقل الآن، في الأجل الطويل يوجد ما يسمى بغلة الحجم. عادة في الأجل الطويل يوجد ما يسمى بغلة الحجم. هذه غلة الحجم تعتبر من خصائص الأجل الطويل، وهناك ثلاث حالات لغلة الحجم. الحالة الأولى تسمى ثبات غلة الحجم، والحالة الثانية تسمى تزايد غلة الحجم، والحالة الثالثة تسمى تناقص غلة الحجم. متى يكون عندنا تزايد، ومتى يكون عندنا تناقص، ومتى يكون عندنا ثبات؟ نبدأ في الحالة الأولى اللي هي ثبات غلة الحجم. متى تكون عندنا حالة ثبات غلة الحجم؟ إذا زاد الإنتاج بنفس زيادة عناصر الإنتاج، يعني إذا كانت نسبة زيادة الإنتاج بنفس نسبة زيادة عناصر الإنتاج، معناها بنسميها ثبات غلة الحجم. نأخذ مثال، إذا زادت المنشأة عناصر الإنتاج بنسبة 10%، عناصر الإنتاج كم زادت؟ 10%، فزاد حجم الإنتاج بنسبة 10%، يعني زاد بنفس المقدار. في هذه الحالة شو بنسمي المنشأة؟ نقول أن المنشأة تمر بحالة ثبات غلة الحجم. لماذا ثبات غلة الحجم؟ لأن نسبة زيادة عناصر الإنتاج نفس نسبة زيادة الإنتاج. لاحظوا، عناصر الإنتاج زادت بنسبة 10% وزاد حجم الإنتاج بنفس المقدار 10%. في هذه الحالة نسمي المنشأة، أو تمر المنشأة بحالة ثبات غلة الحجم. ننتقل الآن إلى تزايد غلة الحجم. متى يكون عندنا تزايد غلة الحجم؟ في حالة زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من زيادة عناصر الإنتاج. يعني نأخذ مثال، إذا زادت المنشأة عناصر الإنتاج بنسبة 10%، إذا عناصر الإنتاج زادت بنسبة 10% فزاد حجم الإنتاج بنسبة 20%. مين زاد أكثر؟ نلاحظ أن حجم الإنتاج زاد بنسبة أكبر من زيادة عناصر الإنتاج. في هذه الحالة تكون المنشأة تمر بحالة تزايد غلة الحجم. ننتقل إلى الحالة الثالثة وهي تناقص غلة الحجم. متى يكون عندنا التناقص في غلة الحجم؟ إذا في حالة زيادة حجم الإنتاج بنسبة أقل من زيادة عناصر الإنتاج. نأخذ مثال، إذا زادت المنشأة عناصر الإنتاج بنسبة 10%، عناصر الإنتاج كم زادت؟ 10%، فزاد حجم الإنتاج بنسبة 5%. نلاحظ أن حجم الإنتاج زاد بنسبة أقل من زيادة عناصر الإنتاج. في هذه الحالة المنشأة تمر بحالة تناقص غلة الحجم. إذا متى يكون عندنا ثبات غلة الحجم؟ إذا زادت عناصر الإنتاج بنفس نسبة زيادة حجم الإنتاج. متى يكون عندنا تزايد غلة الحجم؟
في حالة زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من الزيادة في عناصر الإنتاج. متى يكون عندنا تناقص غلة الحجم؟ في حالة زيادة حجم الإنتاج بنسبة أقل من زيادة عناصر الإنتاج. ننتقل الآن إلى إيرادات الإنتاج. ما هو تعريف إيرادات الإنتاج؟ إيرادات الإنتاج هي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة بيع منتجاته في السوق. هذا هو تعريف إيرادات الإنتاج. يعني نفترض شخص عنده مصنع أنتج ملابس، إذا باع الملابس الفلوس اللي حصلها تسمى إيرادات الإنتاج. إذا ما هي إيرادات الإنتاج؟ هي المبالغ التي يحصل عليه المشروع نتيجة بيع المنتجات في السوق. وهناك ثلاث أنواع للإيرادات، هناك ثلاث أنواع لإيرادات الإنتاج. النوع الأول يسمى الإيراد الكلي Total Revenue، ويرمز له بالرمز TR. طب ما هو تعريف الإيراد الكلي؟ هو نفس تقريبا تعريف إيرادات الإنتاج، هو إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة لبيعه لعدد معين من الوحدات المنتجة. طب كيف نحسب الإيراد الكلي؟ الإيراد الكلي يساوي الكمية المنتجة ضرب ثمن الوحدة. كيف نحسب الإيراد الكلي؟ عن طريق ضرب الكمية المنتجة ضرب ثمن الوحدة. يعني إذا بنكتبها بالقانون بنقول التي آر يساوي البي ضرب الكيو. البي السعر ضرب الكيو الكمية، الكمية ضرب السعر. ننتقل إلى النوع الثاني وهو الإيراد المتوسط Average Revenue، ويرمز له بالرمز AR Average Revenue. ما هو تعريفه؟ هو نصيب الوحدة المنتجة من الإيرادات ويساوي دائما الثمن. هذه قاعدة، يعني دائما الإيراد المتوسط هو نفسه الثمن. يعني إذا قلنا ثمن السلع 20 ريال معناه الإيراد المتوسط 20 ريال، لأن الإيراد المتوسط هو عبارة عن الإيرادات الكلية تقسيم عدد الوحدات المنتجة. الإيراد المتوسط هو عبارة عن الإيرادات الكلية تقسيم عدد الوحدات المنتجة. يعني كما يلي: الـ AR يساوي الـ TR تقسيم الـ Q. وإحنا أخذنا بالسابق أن الـ TR عبارة عن B ضرب Q، هي موجودة في الأعلى. التي ار عبارة عن البي ضرب كيو، بدل التي ار نضع بي ضرب كيو تقسيم كيو. الكيو مع الكيو بتروح، الكيو مع الكيو بتروح، بظل عنا يساوي البي. يعني ممكن نختصر، الكيو مع الكيو بتروح معناه بظل الاي ار يساوي البي. وهذه قاعدة دائما السعر يساوي الايراد المتوسط، الـ AR يساوي الـ B دائما في كل الأسواق. ننتقل الآن إلى النوع الثالث وهو الإيراد الحدي Marginal Revenue، ويرمز له بالرمز MR. ما هو تعريف الإيراد الحدي؟ هو مقدار التغير في الإيراد الكلي نتيجة تغير كمية الوحدات المنتجة بوحدة واحدة. طب كيف نحسب الإيراد الحدي؟ هو عبارة عن التغير في الإيراد الكلي تقسيم التغير في كمية الوحدات المنتجة. إذا بدنا نكتب القانون بالرموز كما يلي: الـ MR يساوي دلتا TR على دلتا Q. يعني TR 2 ناقص TR 1 تقسيم Q 2 ناقص Q 1. إذا عملنا مقارنة بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية، إحنا أخذنا في السابق أن الأرباح الاقتصادية تساوي الإيرادات الكلية ناقص التكاليف الكلية، هذا قانون. كيف نحسب الأرباح الاقتصادية؟ الأرباح الاقتصادية تساوي الإيرادات الكلية ناقص التكاليف الكلية، أي أن الباي، هذه إشارة، هذه الباي تعني الأرباح الاقتصادية، profit الأرباح الاقتصادية. شو تساوي؟ TR يعني الإيراد الكلي
ناقص تي سي التكاليف الكلية. طيب إذا كان في عنا ثلاث حالات عندما نقارن الإيرادات الكلية بالتكاليف الكلية، هناك ثلاث حالات. إذا كانت الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية، إذا كانت الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية بيطلع الجواب موجب، وهذا يعني وجود أرباح. يعني إذا طرحنا الإيرادات الكلية ناقص التكاليف الكلية، إذا كانت الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية رح يطلع الناتج موجب، وهذا يعني وجود أرباح اقتصادية. طيب إذا كان العكس، إذا كانت الإيرادات الكلية أقل من التكاليف الكلية رح يطلع الجواب سالب، يعني وجود خسائر. طيب الحالة رقم جيم، إذا كانت الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، يعني إذا كانت الإيرادات الكلية مثلا 100 والتكاليف الكلية 100، 100 ناقص 100 صفر، يعني عندما الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية فهذا يعني أن الأرباح الاقتصادية تساوي صفر، يعني عدم وجود أرباح وعدم وجود خسائر. نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم سوف نأخذ تطبيقات ومسائل على هذه القوانين اللي ذكرناها في هذه الشريحة، اللي هي الإيراد الكلي والإيراد المتوسط والإيراد الحدي والأرباح الاقتصادية. رح نأخذ مسائل وتطبيقات على هذه القوانين في اللقاء القادم إن شاء الله. هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ نعم هناك تسلسل في السؤال، يعني عندما يأتي سؤال يكون في تسلسل. احنا راح نعمل لقاء 13 و14 و15 راح نعمل مراجعة ونحل التكليفات الذاتية اللي وضعناها في منتدى المقرر. انا وضعت في منتدى المقرر تكليفات ذاتية، اذا تذهبوا الى منتدى المقرر موجود تكليفات ذاتية غير محلولة. إن شاء الله في اللقاء 13 و14 و15 رح نعمل مراجعة ونحل التكليفات الذاتية بعون الله تعالى، ونعمل تمارين ومسائل حسابية ونحلها. إن شاء الله اللقاء القادم رح ننهي المقرر، في اللقاء القادم اللقاء رقم 13 رح ننهي المقرر. ما تبقى الثلاث لقاءات المتبقية رح نعمل فيها تمارين ومسائل حسابية وتكليفات ذاتية ونحلها مع سوا إن شاء الله تعالى. إذا نكتفي بهذا القدر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.